تكنوماكس، معلومات هتغير حياتك. اهلا بكم في قناتنا تكنوماكس. النهارده هنتكلم عن تكاثر نبات السفندة. نبات السفندة من النباتات الغريبة، نبات بيحب الظل، والورقة فيه الساق بتتحول لورقة، يعني احنا مش شايفينها دي مش ورقة، ده ساق متحول بيبقى اسمه الساق الورقية. الساق ده بيبقى طالع منه جذع، ممكن يتنزع عن الزرع ويطلع، يعني هي التكاثر بيه بالورقة اللي هي الساق المتحول ده او بالتفصيص. بقى مصر ممكن يتكاثر بالبذور، بس مش عن طريق البشرة، عن طريق نوع من الطيور. الطيور ده بتبتدي تاكل الثمرة بتاعته، بتبقى لونها احمر زاهي، عشان ده النبات ده بيعيش في الضلمة، فبيخلي السماء تبقى لونها احمر عشان الطيور تنجذب ليها وبالتالي تاكلها. بعد ما السماء دي تتاكل تتعرض انزيمات الهضم في نوع معين من الطيور ده، فيبدأ البذور تنزل من فترات الطائر تنبت نبات جديد. فطبعا ده استحالة ان احنا نزرع بذور سواء هنا في مصر او برا، لان هو معتمد على وجود الطائر ده. لكن هنا في مصر هو الزراعة بتتم بالورقة اللي هي الساق المتحول او بالتفصيص زي ما احنا هنعمل. التفصيص ده سهل خالص، ان احنا هنجيب النبات وهنبتدي نقطعه الاجزاء، كل جزء معاه قطعة من الجذع. هنا ممكن نزرع في كل جزء في قصيص لوحده، بس انا هنا عشان ما عنديش قصيصات كتير هزرعهم وافرادهم في قصيص اكبر شوية، وبعد كده ممكن ابقى افرادهم تاني او انقلهم تاني في قصيص اكبر، او انقل كل واحد في قصيص على حسب توفر القصيص عندي. يعني النبات ده كل حاجة فيه غريبة، يعني حكاية السما دي بتطلع في وسط الورقة، يعني السما طالعة في وسط الورقة بيبقى لونها احمر زاهي، والورقة هي عبارة عن ساق، والأوراق بتبقى حاجة صغيرة خالص مش متشافة. والنبات ده يحب الظل، يعني هو نبات غريب في كل أشكاله. الموطن بتاعه جنوب أوروبا، وبينفع في الجو بتاع البحر المتوسط اللي فيهم منهم مصر ودول حوض البحر المتوسط. هو نبات ممكن ينفع في أماكن كتيرة، ممكن يستحمل البرودة. النبات ده بيتزرع في ممكن يتزرع جوه البيت لان هو مش محتاج شمس. التسميد بنسميده بNPK مرة كل شهر، وممكن نسميده بالسماد البلدي قبل الزراعة مرة واحدة في السنة. النبات ده سهل جدا، ممكن نزرعه في اي وقت سواء بالورقة او بالتفصيص، ومش هيحتاج رعاية كتير. اهم حاجة ان احنا نبعد عن الشمس، بس هو مش محتاج اي حاجة وطريقته سهلة. ولو زرعناه جوه البيت نزرعه في فتنس، لو زرعناه في بقى البيت نزرعه في طول بعدين. النهاية. نرجو أن يكون قد أعجبكم المقطع. لا تنسوا أن تضغطوا على زر الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، وضغط إعجاب إذا أعجبكم المقطع، وترك تعليقاتكم. دمتم في رعاية الله وأمنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.